السلام عليكم. احنا الاخوان ايمن ورسول وميلاداني ميلاد وهذا ايمن ورسول هذا. تم حجزنا في كم مغلق في فنلندا بعد ما رحلونا بطريقة غير قانونية من فرنسا. ذهبنا عندنا موعد برفكتور التوقيع، دخلنا للبرفكتور غرفة المدير وكان هناك شرطة بوليس فرنسي. كملنا اخذوا اوراقنا الريس بي سي وورقة التوقيع اخذوها من عندنا، والشرطة احتجزونا واعتقلونا. كلبشوا ايدينا الى الخلف، كلبشوا ايدينا الى الخلف وش اسمه اخذونا الى السجن، الى سجن واصل محتجز يعني محتجزين. وللعلم كان عندنا موعد محكمة، عندنا محكمة لازم نذهب الى المحكمة في الساعة الثالثة تاريخ 22/5، عندنا محكمة. ومن ذهبنا ما خلونا، قلنا لهم عندنا محكمة ونريد نروح للمحكمة، ما خلونا. وبعدها من دبونا السجن أخذونا ويانا أولاد ولد وليد وشخص أفغاني اسمه خالد. ذهبنا إلى السجن العصر الساعة تقريبا 6 العصر، جاتنا واقع قالت عندكم محكمة غدا 23/5 ساعة بالوحدة الظهر، عندنا موعد محكمة أيضا. ولكن تفاجأنا الصبح دخلوا علينا البوليس للغرفة ساعة بستة مباشرة، أخذونا قالوا عليكم ترحيل إلى فنلندا، أخذونا بالقوة. قلنا لهم ما نروح، الشخص صاحبنا ضارب وياهم اسمه وليد، ضربوه قعوه بالقاع، ضربوه اعترضوه، أخويا دفعوه. المهم صعدونا بالقوة بعد شو اسمه كلبتشونا واخذونا بطريق المطار مو مطار يعني مو عام، طيارات صغيرة، طيارة خاصة صغيرة تقريبا يعني يعني بها 10 نفرات أكثر. المهم طيارة لونها أسود، صعدوا على البوليس حتى من عونا من التصوير، في قوة يعني أخذوا الموبايلات وكلبتشونا، صعدونا بالطيارة. احنا مكلبتشين يعني احنا مو مجرمين، حتى احنا مو مجرمين حتى يكلبتشونا. صعدونا بقوة وضربوا الشخص الأفغاني لأن ما راضي يصعد، شالوه بالقوة، شالوه شيل وخلوه على الكرسي، وخلوا قناع بوجهه، خلوا القناع بوجهه وشادين ايده الخلف ومصعدينه مقعدينه بالطياره. احنا ما تكلمنا، ما شو اسمه ما حكوا ويانا يعني، لان يعني ما محتجزين هسه حاليا في هاي الغرفه. وجينا هنا فنلندا، وصلنا مطار هلسنكي فانتا، تلقونا الشرطه الفرنسيه عفوا الفنلنديه، قالوا انتوا نخاف عليكم، خاف تشردون، وخلونا بكم مغلق. كم مغلق حاليا؟ كم مغلق انظروا، هذا الكم المغلق، هذا الشباك، وهاي المنطقة كلها مسيجة، هذا السيم، هذا السيم وفقط هذا السيم، يعني ما تقدر تهرب أو تخرج أو شو اسمه حابسينه. صور شوف الأشخاص، هاي ناس أشخاص قطية يعني منجودين مدة قليلة يعني. إيه المهم إحنا سناشتكم، واذا انا اذا ارجع يريدون هسه خلال 4 ايام احتمال، 4 ايام احتمال يرجعونا لفنلندا، خلال 4 ايام احتمال يرجعونا لفنلندا، واحنا عفوا يرجعونا للعراق، قالوا نرجعكم للعراق خلال 4 ايام، فلازم يعني تساعدونا. وفرنسا الشرطه الفرنسيه قالت انتوا راح تروحون لفنلندا، وفنلندا راح تطلق سراحكم، يعني تعيشون حياه طبيعيه حر، وهنا جينا تركونا بالسجن. يعني هاي حقوق الانسان في فرنسا؟ المهم هذا رسالة لكل شخص شريف يسمعنا، وطالب من المحكمة اذا هي المحكمة الفرنسية تعتبر نفسها عادلة، طالب منها بالعدالة. سلامي وتحياتي، مع السلامة.